هل تجوز الصلاة بمسجد ولكن بداخله قبور، بداخله قبور، أي الصلاة في المسجد ولكن فوق قبور قديمة؟ ما يجوز الصلاة عند القبور، لا في الصحراء ولا في المساجد اللي فيها قبور، ما تصلي عند القبور لا في الصحراء ولا في داخل المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، لأن هذا من وسائل الشرك.